طيب مثل ما أخذنا في التمرين الماضي، الحين سوينا اللي هو البوتون اللي بيسوي الرسم، سوينا سكتش هذه الزامرين فورم، سوينا لها اللوكال ريندرر وربطنا بيها، يعني سوينا ريندرر نيتف كنترول وبعدين سوينا الريندرر. الجزء الأخير الحين الكلير بوتون، هذا لما نضغط عليه المفروض كيف نمسحها. فعشان نمسح الكلير طيب، الخطوة الأولى بنستخدم بنفتح ال sketch on the search window في shared project، بنضيف method، هذه الميثود كالتالي بنقول له public void clear هذه الميثود بنقول المسج اللي هو المسجنج سنتر دوت سنت دوت ذس دوت اوكي ذس، بعدين نقول كلير. بنفتح هنا unclear click بنقول عليها اللي هو sketch اوكي. الحين لازم نعمل subscription من داخل الموديل، فبنفتح الحين sketch renderer بنفتحها مثلا على الاي او اس، بنروح بنسوي ام مسج كلير. فالحين بدنا نضيف نقول له ام مسج كلير سندر اوكي. نضيف هنا if control not null، فنقول له اللي هو clear، وبعدين هناك if disposing سوي override لل disposing method عشان نسوي clear اوكي. فمسج سنتر سبسكرايب السكريتش فيو من النوع، هذه هي اذا كان المرسل، والميثود كلير والمسج كلير اللي هو بينادي هذه الايفنت. الحين بالعكس بنعمل لنا انترفيس جديد في شيرد بروجكت، بنمشي على
سكتش فيو، بنخليه ايضا يعمل implement interface. public handler بعدين. المهم نرجع للسكتش الأول اللي سويناه، اللي هو اللي كان فيه مش الاي سكتش هذه، ولا الزامل، عاوزين سكتش رندرر. أيوة هذا السكتش رندرر، عاوزين سكتش رندرر من ال سكتش رندرر. هذه سكتش رندرر بنعمل شيء نضيف ميثود الهدف الحين من الموضوع انه نتأكد انه في شيء مرسوم ولا لا، فعاوزين نعرف انها مرسوم ولا لا. فلو في ايفنت اسمه درو لاين، هذه بتعمل مسج عكسي من الكنترول اللي هي السيستم الشيرد ريندرر. فالحين بنروح على المين بيج، في المين بيج نضيف هذه is dirty. بنسوي شيء الحين،
أيوة.